بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أيتمدي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يرد رمضان إجا يوري فضلت ربي سبحانه وتعالى غنقر غقر الشهور يفرد قيس ربي وزوم الزوج قيس ربي القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن يرد من رمضان يقى كل الخير إلا قيس الخير غلبي داينز ولا تيم قرنز، ولاني اللي قيسي قران يقوت بهر الخير اللي قيسي لان تمروتا اللي قران رمضان يقوت الخير اللي قيسي لان. ولذلك إلا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله. أني تزيد النبي صلى الله عليه وسلم تقاس غلخر رمضان غتمروتا لي قران رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يدلي يتسنيت اليقين الجد، ولكن أني تزيد الجد يضنين اليقين يضنين غتمروتا لي قران غويرد رمضان. وكان يعني غيك لي يدلي إلا نغمس القواعد اللي تسن نزد دائما الاعمال سلخواتي من نسنت الاعمال رتيلين سلخاتيمه الخاتيمه يتعتبر نغ الاعمال يغيسكر بنادم ذكر العمل اما غيسفلكي الخاتيمه نس غي كان يقا ويور من رمضان يغيظون بنادم يبدا الصيام سلجد اليقين العباده يغيلك من الاخر رمضان تمروتا اللي يقولان يزيد النقيس العكس اللي لا نغصد غدار البعض من الله من رحم ربك راه يطرموي غلاخر رمضان وهو سي خصاني زايد بنادم اليقين غلاخر رمضان تمروت هاد اللي قران رمضان علاش اللي قيسي توضى لابا اليقين بالجد انا قيسي زايد بنادم توقات القضيه العباده قراص ربي سبحانه وتعالى إيكا غي كان إيكا الحكم غي كان تلاقيس ليلة القدر ليلة القدر تلا غماس نتمروتا لي قران رمضان وكان إلا البعض الأحاديث يلتمسها في العشر الأواخر معناه أرتليات ليلة القدر تمروتا لي قران غيك لي داحي إلا البعض اللاطار يضنين أستنسي قيل غلويتر يعني الليلة من 20 ديان رمضان نغد الليله من 20 دكراد ايض من 20 سموس ايض من 20 دسا ايض من 20 زتزا هو جاي قال لوتر قلت لي ستينين ايش الحين راه ستينين قلت يعني الوتر وكان ليله القدر الفضل نسي قلت لا الصوره القران الكريم تسول في 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 اختاد يعني في ليله القدر ان ربي سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ليله القدر انت تغدي الزوج ربي القران الكريم السماء الدنيا ثم بعد ذلك أرجي تقيز في النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث الوقائع ليلة القدر زوالنا ديد سين مكارن يرزق ربي يحيط العبادة هانت قدا يسك توقر ألف شهر توقر ألف شهر العبادة بمعنى الخير ليلا غيات الليلين يوقر أي ليلا غوالف شهر
ألف شهر يغنسمون ألف شهر نسكريس الحساب نحاصة دا سيرا دقيت تلديس 83 عام وربع شهور واللي حيا ليلة القدر يرزق ربي تبارك وتعالى راس يكر بلاجر زون ذكرانيا اللي تعباد مربي لمدان 83 عام وربع شهور شكون شكلنا الديوي والف شهر وكان ربي يضوف الأميات تقال لهم اللي ما يدلوش العمر نسنورا بزاف تعيش الأميات يعني أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوزها يدلوش من نزرين ستين سنة سبعين سنة ولكن يعوض اصنا ربي لا 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 وخا يدلوش العمر نسنا راسني تعوض ربي غماني يضنين زون دغيكا دغيلا وأن يحيان ليلة القدر صغيك اللي ترى الوقت قبل تقيس ربي سبحانه وتعالى أسي زند إغاية تعباد ربي المدية والف شهر كري يطر مداني غاستي رزق ربي هاتي الخيريان الخير يقوتن ولذلك العشر الأواخر تمروتا لي قران رمضان يراقيس اليقين أن زيد بن أزم توقسنز زيد بن أزم غلي يقين يغيد لي درسي إلا التقصير غماس البداية رمضان يخص الدرس يولي لي غيلا خصتا يصلح إن الناس اللي يمكننا تصلح هن الأعمال أرتلين سلخواتين استفلع يختم ربي سوا فولكيد على خير أي قبل ربي في الجميع هذا يرزق ربي نكون لكني الفضل ليلة القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.